أعزائنا المشاهدين الكرام، سلام ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب والشركة الروح القدس معكم جميعا. هذا لقاء متجدد على شاشة قناة المخلص الفضائية، نلتقيكم من خلاله لكي نتحدث اليوم عن ومضة جديدة في الكتاب المقدس وشخصية مؤثرة جدا رغم صمتها الكامل في الإنجيل المقدس. نحتفل مع الكنيسة الغربية بعيدها في كل يوم 19 من شهر آذار، هذا هو عيد مار يوسف، ونحتفل أيضا بعيد مار يوسف حسب التقويم المشرقي لكنيستنا الكلدانية في الأحد الذي يسبق عيد الميلاد المبارك. أعزائنا المشاهدين الكرام، هذه فرصة جديدة من خلال كلمة الله لكي نسلط الضوء ونتأمل في هذه الشخصية الرائعة مار يوسف البتول. يرد ذكر القديس يوسف في الإنجيل المقدس حسب البشيرين متى ولوقا في الحقيقة، ولا يشير إليه مرقس ويوحنا، لأن المدرسة الكتابية التي ركز عليها اهتمت برسالة يسوع الخلاصية ولم تهتم بنسب يسوع وطفولة يسوع، ميلاد يسوع بالتحديد. ولذلك نرى فقط البشير متى والبشير لوقا يتحدثان ويذكران لنا عن يوسف البتول. طبعا هناك كثير من الكلام عن وضع يوسف، يعني كثير من الصور والأيقونات التي تصور مار يوسف يبدو فيها الرجل شيخا وقورا، لكن الحقيقة أنه يعني هناك إيمان وتعليم الكنيسة الكاثوليكية الذي يشير إلى أن مار يوسف كان شابا في الحقيقة، وحتى هناك بعض الاعتقادات أن مار يوسف كان أرملا، لذلك هناك هذا الكبر في السن الموجود اللي يصاحب صور مار يوسف. وهذا الموضوع طبعا يثير بعض اللبس، و هناك نص من الإنجيل المقدس قد يبدو بأنه يؤكد هذا الموضوع، وهو النص الإصحاح 13 من الإنجيل بحسب متى، حيث الناس يتعجبون من فصاحة الرب يسوع. يقول في الآية 54 من الإصحاح 13 بحسب متى: ولما جاء إلى وطنه، يعني إلى الناصرة، كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم؟ وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. فعدنا في الإصحاح الثالث عشر أربعة أسماء، وهذه الأسماء الأربعة الحقيقة يدعون إخوة الرب يسوع. فهناك اعتقاد لدى البعض أنه يوسف كان أرملا، وهؤلاء هم أبناء يوسف من زوجته الأولى. الحقيقة هذا الاعتقاد مقبول لدى بعض المسيحيين، يعني الحقيقة يعني بعض من الكنائس الأرثوذكسية تقبل بأنه مار يوسف كان متزوج وكان أرمل، ورب سائل يسأل يعني من أين أتى هذا الاعتقاد؟ يعني لا يمكن أن يكون قد أتى من لا شيء، من يعني من غير أساس يستند عليه. الحقيقة هناك نصوص لم تعتمدها الكنيسة المقدسة في القرنين الأولين، لأن ظهرت هذه النصوص ونسبت إلى الرسل المسيح وبعض الشخصيات المهمة في الحياة
الأولى للمسيحيين في الكنيسة الأولى، وهذه النصوص سميت بالأناجيل المنحولة apocryphal. هذه الأناجيل المنحولة هي كتابات نسبت إلى بعض الرسل، فظهر كتاب يسمى إنجيل توما، ظهر كتاب يسمى إنجيل يعقوب، ظهر كتاب يسمى إنجيل يهوذا، ظهر كتاب يسمى إنجيل بطرس، ظهر كتاب يسمى إنجيل مريم المجدلية، وهكذا. في حلقة من الحلقات سنتكلم عن هذه الكتب المنحولة. النقطة الأساسية في قصة أنه يوسف كان أرملاً، أو على الأقل الاعتقاد بأنه يوسف كان أرملاً، هي أنه هذه المعلومة مذكورة في إنجيل يعقوب المنحول The Apocryphal Gospel of James، فترد في هذا النص اللي طبعا الكنيسة بشكل واضح في ذلك الزمن بنعمة الروح القدس بفحص الكتب، يقول الكتاب المقدس وأعطاهم سلطانا أن يفحصوا الأرواح. أيرينيوس واحد من القديسين الكبار من آباء الكنيسة الذين لعبوا دورا في تحديد هذا أصالة النصوص اللي موجودة في ذلك الوقت. وأيرينيوس هو تلميذ بوليكارب تلميذ يوحنا الحبيب، يعني نشاهد القرب والتعاقب الرسولي الموجود، فمؤكدا هناك دور للروح القدس في تثبيت النصوص القانونية للعهد الجديد، ولذلك وصلتنا النسخ الأربعة للإنجيل الواحد المعروفة لدينا، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. في تعليم الكنيسة الكاثوليكية مار يوسف يسمى بتول، ويظهر حامل دائما الزنبقة البيضاء رمز البتولية، لمعنى أو بما معناه أنه مار يوسف لم يكن متزوجا نهائيا، ولم يكن يليق ب ابنة مثل مريم أن يكون لها إلا زوج، وهو شاب، وهو شخص اختاره الله لهذه المهمة الرائعة. قيمة يوسف في الإنجيل المقدس طبعا قيمة رائعة سنتكلم عنها بعد قليل، ولكن في معرض كلامنا عن الأسماء الأربعة التي ترد كما ذكرت في الإصحاح الثالث عشر للبشير متى، للإنجيل بحسب البشير متى، يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. يعني هناك تفسير واضح جدا في العرف في الأعراف اليهودية أنه أولاد الخالة أولاد العم كان يسمون إخوة. الأشخاص حتى مو فقط اللي بيناتهم قرابة دم، الأشخاص اللي بيناتهم قرابة عيش مشترك، ينتمون إلى حركة معينة، إلى كان يسمون إخوة. يعني يكتب البشير يوحنا في الإنجيل وشاع بين الإخوة، يتكلم عن تلاميذ الرب يسوع، عن رسل المسيح، يطلق عليهم صفة الإخوة. مع العلم نعرف أنهم من عائلات مختلفة، يعني كان هناك زوجين من الإخوة في الرسل الاثني عشر، يعقوب ويوحنا ابن زبدة، ومن ناحية أخرى بطرس وأندراوس. مع كل هذا، يعني مع وجود الأعراف اليهودية وأنه في الثقافة اليهودية أبناء الخالة أو أبناء العم يدعون إخوة، لكن هناك دليل الحقيقة من العهد الجديد نفسه يشير إلى أن هؤلاء الأسماء، أو على الأقل اثنين منهم، لم يكونوا أبناء يعني يوسف إخوة يسوع من أم ثانية. وإذا ذهبنا إلى يعني متى في نفس الإنجيل، يعني نتكلم عن متى 13، لكن إذا ذهبنا إلى متى 27 الآية 56 سنجد من دا نتكلم عن الصليب ومن كان تحت الصليب، فسنجد أنه يقول البشير متى والنساء اللواتي كن هناك
بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي. يعني اسمين من هذه الأسماء الأربعة واضح جدا، أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدة. يعني نتكلم عن ثلاث نساء، الامرأة الثانية هي أم يعقوب ويوسي، اللي بعدين في مرقس أيضا يقول وكانت واقفة تحت الصليب مريم المجدلية ومريم أم يوسي، بعد ذلك يقول وأخت أمه مريم. يعني في العائلة الواحدة كان هناك احتمال مرات عديدة أنه أختين تسميان بنفس الاسم، يعني احتمال أنه مريم لديها أخت سميت مريم، ولكن أيضا نعيد هذه المعلومة أنه قد لا تكون هذه أخت مريم اللي اسمها مريم، أيضا قد تكون بنت خالتها لمريم اللي تسمى أختها أيضا حسب الأعراف اليهودية. المهم أن يعقوب ويوسي لدينا إثبات ودليل أنهما ليس من أبناء يوسف، ولذلك يسميان في هذا المكان باسم الأم، وهذه الأم هي ليست مريم العذراء بشكل واضح يشير إليه البشير متى. الآن نأتي إلى عظمة يوسف في الكتاب المقدس، يعني في العهد الجديد الحقيقة في الإنجيل المقدس. كما ذكرنا يوسف لا يذكر إلا في متى وفي لوقا، ومن الأمور المدهشة جدا أنه يوسف لا يتكلم ولا كلمة في الإنجيل، يبقى صامتا. يعني في واحدة من الكرازات التي يعني قدمتها في أحد أعياد مار يوسف، قلت للرجال علينا أن نتحلى بمار يوسف، وطلبت منهم أن يكونوا على مثال مار يوسف لمدة أسبوع في بيوتهم، أن لا يتكلموا نهائيا، أن يكونوا صامتين لكي يسمعوا صوت الله. لماذا كان يوسف صامتا؟ هناك معنى لاهوتي لهذا الأمر، حتى يسمع صوت الله. يعني واحدة من مشاكل البشرية اليوم إخوتي وأخواتي هي أنه عدم إدراكنا لأهمية الإصغاء حتى نسمع صوت الله. نحتاج أن نصغي، نحتاج هدوء في حياتنا حتى ننمو روحيا، حتى نسمع كلمة الله نتغذى. اليوم الإنسان من يكون طفل ويريد ينمو، النمو يتم في الليل، عملية النمو. لماذا؟ لأن أجهزة الجسم، يعني التفكير والأمور الأخرى كلها أجهزة في وضع استراحة، وهناك سكون، ليس هناك حركة، هناك سكون وهناك هدوء حتى الجسم يقدر ينمو. فلذلك نحتاج في حياتنا الروحية سكون، سكينة، هدوء. نحتاج خلوة مع الذات من فترة إلى أخرى لكي نسمع صوت الله ونصغي إلى صوت الله مثل يوسف البتول. يوسف كان كل يوم إخوتي وأخواتي أمام سؤال محير عندما ينظر إلى يسوع، من هو هذا؟ من هو هذا؟ يعني في متى في الإصحاح الأول الآية 24 وبعد ذلك 25 يقول فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. طبعا هذه الآية يعني تسبب كثير من التساؤلات. لم يعرفها، يعني قد الفعل عرف، نعم يشير إلى علاقة حميمية بين الزوجين، لكن
طبعا كيف نعرف هذا؟ يقول في الكتاب المقدس، لغة الكتاب المقدس: فعرف آدم امرأته فولدت له ابنا. الحقيقة يعني إذا كان هذا الفعل فعلا يشير إلى العلاقة الحميمية فلم يعرفها، لماذا قبل يعني قليل البشير متى يستخدم فعل آخر لكي يشير إلى العلاقة الحميمية؟ والإنجيل المقدس هو مو نص أدبي بليغ رائع، يعني نحن لا نتفاخر بأنه الإنجيل هو أسلوب أدبي بليغ أو ما، هو قصة فيه رسالة، فيه رسالة حياة إلى الناس الذين كتب لهم. لذلك الإنجيل بحسب متى يعني لا يعتبر نصا أدبيا بليغا من ناحية البلاغة وما إلى ذلك من أمور، هذا أبدا شيء غير مهم. فيؤكد قضية أنه كاتب الإنجيل البشير متى لم يكن من الضروري أن يستخدم، أن يغير بالمفردات وينوع بالمفردات لكي يكون بليغا في التعبير. لذلك كان من المفروض لو أراد أن يشير إلى الحياة الحميمية كان من المفروض أن يستخدم نفس المصطلح اللي يستخدمه عندما يتكلم عن الحياة الحميمية. يقول في الإصحاح الأول الآية 18: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه، أم يسوع، مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع. هذا الفعل يجتمع يشير إلى العلاقة الحميمية في الزواج، قبل أن يجتمع. واضح جدا البشير متى يتكلم عن هذا الموضوع. وفي بعض الترجمات قبل أن يتساكن، وجدت حبلى من الروح القدس. لكن من يتكلم بعد ذلك يقول: فلما استيقظ يوسف من النوم، الآية اللي تكلمنا عنها آية 24، فعل كما أمره ملاك الرب، فأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنه البكر. آباء الكنيسة، هذا التفسير منذ البداية كان التفسير، يعني مو إلى قبل 300 عام أو الآن نفسر هذا التفسير. هذا التفسير قبل أن يكون هناك انقسامات في الكنيسة، قبل أن يكون لدينا كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت بالقرن السادس عشر وتفسيرات غريبة عجيبة بدينا نسمعها. هذا التفسير تفسير آباء الكنيسة، الآباء الذين في القرون الأولى كانوا مؤتمنين على وديعة الإيمان، وكانوا هم الذين يفسرون، هم يمثلون الكنيسة المقدسة، بل الآباء الذين هم أقروا أنه هذه هي النصوص القانونية. يعني الذين يرفضون تفسير الآباء ويقولون نحن فقط نستند على الكتاب المقدس، نقول لهم ما هو الآباء هذول هم الذين أقروا نصوص العهد الجديد. يعني لولا هؤلاء الآباء لما كان هناك يعني إقرار لنصوص العهد الجديد، كان ربما دخلت عندنا الأناجيل المنحولة وكل شخص يتكلم يعني على هواه وبالطريقة التي يراها مناسبا. الحقيقة آباء الكنيسة منذ القرون الأولى فسروا هذا الـ فسروا هذه الآية: ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. لم يعرفها بأنها أم الله. يوسف كان إلى اللحظة الأخيرة في اضطراب، في شكوك، لأن يذكر الكتاب المقدس، يذكر الإنجيل المقدس أنه أراد، يقول يوسف كان بارا، كان صديقا، ولم يشأ أن يشهرها. يعني كان هناك بالشريعة المسوية تقليد عندما يطلق الرجل امرأته المفروض يعطي كتاب طلاق. يعني في الإنجيل بحسب متى، مرة ثانية نشير يعني لازلنا في متى، لازم نفهم الإطار الذي كتب يعني فيه الإنجيل المقدس والثقافة اللي كتب لها.
ثقافة يهودية، فهناك تأكيد على ما كان في الشريعة اليهودية، في الشريعة الموسوية، كثير من هذه الأمور، حتى نستطيع أن نفهم الإنجيل بحسب البشير متى بشكل يعني جيد. أرجع إلى النقطة أنه حسب الشريعة الموسوية اللي يطلق امرأة يجب أن يعطيها كتاب طلاق، مثل ما في الإنجيل بحسب متى مذكور في الإصحاح 19. هذا الإنجيل نقرأ حسب طقس الكنيسة الكلدانية في الزواجات. جاء الفريسيون إلى يسوع ليجربوه قائلين: هل يحل للإنسان للرجل أن يطلق امرأته لأجل كل علة؟ لماذا سألوه؟ يعني يجربوه، أين التجربة؟ سنتكلم عن هذا في حلقة خاصة. وواحدة من الجمل اللي أجاب بها، يعني أجاب الناس على يسوع، على جواب يسوع، أنه أمر موسى بأن تعطى كتاب طلاق فتخلى. يعني فالطلاق كان يجب أن يعلن حتى يكون public، حتى يكون شيء علني للجماعة. لكن عندما يعلن طلاق امرأة، سمعة هذه الامرأة ستتأثر، ونظرة المجتمع لها ستتغير. يوسف، هذا أول نقطة نحاول نتوقف عندها. يوسف، في هذا التأمل، يوسف كان بار وصديق، كان يحب مريم، لكن ما استوعب اللي قالت له مريم في ذلك الظرف. أكيد يعني قالت له: يوسف أنا حامل. يعني طيب، يعني كيف؟ يعني يوسف سامع في العهد القديم قصص كثيرة، سامع عن إبراهيم وسارة، ما كان عندهم يعني ولد، وبعد حتى قصة هاجر وكذا، ويصير عندهم ولد بنعمة الله. يعني سامع قصة صموئيل، سامع قصة شمشون، بس هذه كل القصص هي عبارة عن أنه إنجاب، أنه يجي ولد من علاقة زوجية قائمة. يوسف ما كان سمع في كل حياته أنه ممكن أن هناك حبل بدون تدخل رجل، لذلك هذا الرجل يضطرب. يعني يوسف، يعني نعود إلى تعليم الكنيسة الكاثوليكية، كان شاب، يعني عمره يعني تقديريا هو 15 سنة في ذلك الوقت، مريم 14 أو 13 سنة. يعني مهما كانوا ممتلئين بالنعمة، لكن كانوا ناس بسطاء جدا. يوسف ما ممكن أن كان يصل إلى هذا الفكر اللاهوتي العميق، أنه يفهم سر التجسد وأن يصير الله إنسانا. أصلا أن يصير الله إنسانا، هذه نقطة كانت من النقاط الأساسية اللي جعلت اليهود يرفضون يسوع الناصري على أنه هو المسيح المنتظر. لأنه كيف كان عندهم فكرة عن الله أنه هو سامي جبار، حتى ما يلفظون اسمه، لأنه هل قد الله هو إله الجلال وإله السمو، بحيث حتى يعني هناك مدرسة خاصة عند اليهود، مدرسة كتابية حتى لا تلفظ اسم الله. وإلى اليوم بالمناسبة هناك يهود أيضا لا يلفظون اسم الله، يعني إلى يومنا هذا، يعني يعيشون في هذا الزمن. مع ذلك يعني علينا أن نضع أنفسنا في محل يوسف، ونحاول يعني نرى الشكوك التي راودت يوسف، وهو بهذه البساطة، بهذا الظرف، مريم خطيبته أو امرأته، لأن كان هناك ثلاث مراحل للزواج: الخطوبة وقطع المهر اللي هو الزواج على الورق، وبعدين الدخلة اللي لما
الزواج حسب الشريعة اليهودية يكتمل. بالمناسبة إخوتنا الإسلام أخذوا هذا من اليهود أيضا، لديهم لا يكتمل الزواج إلا بالفعل الحميمي للزواج، بينما نحن المسيحيين لأننا أبناء الله لدينا مفهوم مختلف عن الزواج. الزواج يكتمل لحظة الخروج من الكنيسة، بل لحظة أنه الإنسان يقول نعم أمام الله بحرية كاملة. نحن أبناء الروح لسنا أبناء الجسد، فلا حاجة حتى لهذا البعد، رغم أنه الحياة الحميمية هي مهمة، لأن الله تجسد، فهناك قدسية للجسد، والإنسان من خلال الجسد يعبر عن محبته من خلال الحواس الخمس التي أعطاها الله له. يوسف كان أمام سؤال كبير كل لحظة، يعني ولو يظهر له ملاك الرب، يقول متى ظهر له ملاك الرب في الحلم، قال لا تخف يا يوسف، قم خذ امرأتك، لأن الذي في بطنها هو الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، يهشوع، هو لأنه يخلص، معنى اسم يهشوع الله يخلص، يخلص شعبه من خطاياهم. مع ذلك يعني لو نضع أنفسنا بمكان يوسف، أكيد ما راح يعني نكون مرتاحين حتى لو ظهر ملاك الرب لنا في الحلم. هناك اضطراب، يوسف كان مضطرب، كان يريد يعرف، كان ينتظر اللحظة اللي سيلد بها هذا الطفل لكي يرى من هو هذا، من هو هذا المولود، هذا العجيب الغريب اللي في التاريخ البشري مصايره أنه سيلد بدون علاقة زواج، لأن كل شيء سامع يوسف بس ما سامع أنه هناك مولود ممكن أن يلد بغير علاقة حميمية بين رجل وامرأة من خلال الزواج. لذلك لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، لحظة ولادة الرب يسوع. الأشياء التي شافها، التي رآها يوسف، المجوس، الملوك الآتين من الـ ولو راح ندرس هذا في زمن الميلاد، أنه هناك يعني مدة لا بأس بها تفصل بين زيارة الرعاة وبين زيارة الملوك. يعني نحن من بعيد الميلاد نفهم الأمور بالكونتكست، يعني بالمحتوى نفهمها بشكل سريع، كأنما الأمور يعني حصلت كلها تباعا، لكن هناك فترة، لأنه اليوم الامرأة الحامل لا تستطيع أن ترجع، يعني كانوا في بيت لحم للاكتتاب بس ما يستطيعون يرجعون مباشرة إلى الناصرة، لأن هناك تعب، هناك كذا، يعني أمور يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. لذلك كل هذه المعلومات تجعلنا نقف عند شخصية يوسف وقيمة صمته. يوسف كان صامت، لكن في داخله كان هناك أسئلة كثيرة، مثلنا مرات لدينا أسئلة كثيرة، لماذا يحدث هذا؟ لماذا حدث هذا في حياتي؟ لماذا فلان شيء حدث؟ لماذا مات زوجي؟ لماذا ماتت زوجتي؟ لماذا أصيبت بنتي بالسرطان؟ لماذا مات ابني؟ لماذا فشل بالدراسة؟ لماذا انهارت حياته، حياة الزواج الخاصة به؟ لماذا فقدت عملي؟ لماذا هناك زلازل؟ لماذا كثير مرات، كثيرا من المرات لدينا أسئلة نسألها إلى أنفسنا، ونسأل الله لماذا يحدث هذا. يوسف كان في هذا الوضع وأكثر، كان يسأل لماذا. يوسف كان عنده حلم كأي رجل آخر، كأي شاب، أنه يتزوج، يكون عائلة، ويجي له أطفال وكذا. لماذا أنا يا رب؟ يعني واحد من الاحتمالات أنه يوسف سائل الرب، لماذا أنا يا رب؟ لماذا اخترتني لهذه المهمة الصعبة جدا؟ حياتي أصبحت مليئة بالأسئلة. لكن يوسف يبقى صامتا، ما يحكي، لأن يريد يصغي إلى صوت الله، يريد يصغي إلى
إرادة الله في الحياة. نقطة أخرى في حياة يوسف، نقطة بالنسبة للرجل الشرقي، يعني طعنة في الصميم، طعنة في رجولة الرجل الشرقي، طعنة في كرامة الرجل الشرقي، لأن هذا الطفل يسوع اللي ولد أمام الناس اللي ما يعرفون ما هي القصة، ما هو الواقع، يعني أشخاص معدودين، معدودين على أصابع اليدين يعرفون هذه القصة، يعني أكيد يعني يوسف ومريم والإشباع والإصابات وزكريا، يعني أكيد يعرفون، وكم شخص آخر يعني يعرفون بهذه القصة، أنه هذا حبل عجائبي وهذه ولادة عجائبية، لكن أمام الناس هذا يسوع هو ابن يوسف، هو فقط وكم واحد من الأشخاص يعرفون أنه هذه ليست الحقيقة، هذا ليس ابن يوسف، هذه هي قيمة يوسف، أنه مطعون في كرامته ورجولته الشرقية، أنه كيف هو أب أمام الجميع، ولكن هو ليس بأب في الحقيقة، هو مدبر فقط، ولكن عليه أن يتظاهر بأنه هو الأب، مع ذلك يصمت ويقبل أن يأخذ هذا الدور، لأنه شرف، لأن الله اختاره. أين نرى هذا؟ نرى في الإنجيل بحسب لوقا عندما يضيع يسوع في الهيكل وعمره 12 سنة، وطبعا في هذه الحادثة معنى عميق، لاهوتي عميق، أنه يقول كانوا مسافة يوم واحد فرجعوا، يعني حتى يرجعون هم مسافة يوم واحد رجعوا، أيضا هذا صار يومين، كمل يومين، معناته وجدوا يسوع، عثروا على يسوع في اليوم الثالث، هذه كانت إشارة إلى الموت والقيامة أيضا. طبعا من يجدان مريم ويوسف الطفل يسوع، لاحظوا يعني رغم أنه ده نتكلم عن مجتمع يهودي، كان patriarchal، كان مجتمع ذكوري، الرجل به متسيد، المرأة مرات يعني كائن ثانوي في المجتمع، شهادتها غير مقبولة في المحاكم، تعتبر سلعة في كثير من الأحيان، لكن لاحظ لوقا جدا واضح، لأن مريم هي الأم البيولوجية للرب يسوع، يوسف هو مو أبونه، مريم هي الأم البيولوجية، مريم تبدي تأخذ زمام الأمور، ومريم تعاتب الطفل يسوع، تقول له لماذا فعلت هكذا، أقلقتنا عليك، مو يوسف، لأن يوسف أيضا في هذا بعد مهم جدا، أنه مريم هي أم البيولوجية وليس يوسف، يعني يوسف هو المربي، هو الحامي للعائلة المقدسة. لاحظ يعني نقطة أخرى في عظمة يوسف البار البتول الصديق، الله يعني طيب ابنه الوحيد ده يجي إلى البشرية، يعني الله يعني ألم يكن باستطاعته أن يعتني به، يعني خلونا نكون واقعيين، يعني سؤال منطقي جدا، ألم يكن باستطاعة الله أن يدبر ابنه، يعني ألم يكن بالمستطاع أن يظهر الرب يسوع من الصحراء وعمره 30 عام، أو أن يظهر بطريقة عجائبية ينزل على الغمام وكذا، أن الله يضع ابنه الوحيد أمانة بأيدي بشر هم مريم ويوسف، هذا شيء عظيم وكبير، هذا بعمق لاهوتي رائع، أنه الله عنده ثقة بالإنسان، يعني في كرازة سابقة تكلمنا عن هذا الموضوع، الإنسان يؤمن بالله لكن الله يؤمن بالإنسان قبل أن يؤمن الإنسان بالله، لأنه من صنعة يديه، عنده ثقة بالإنسان. فنلاحظ كيف الله الآب يضع يسوع، يضع ابنه الوحيد أمانة بين يدي مريم ويوسف، بشر
بشر، لكن عنده ثقة بهم أنه سيستطيعان أن يربي ابنه بإرادته، بإرادة الله. طبعا لذلك يوسف بعد هذه الحادثة يختفي. تقليد الكنيسة يقول أنه توفي، يعني وهو بعمر يعني المفروض صغير، وطبعا حتى اختفائه ربما يعزز مسألة أنه كان كبير بالسن وأرمل، فلذلك كبر بالسن وبعد ذلك توفي. مثل ما حكينا، هذه المعلومة ترد فقط في الأناجيل المنحولة، وبالتحديد في إنجيل يعقوب المنحول الذي لا تعترف به الكنيسة. وفي تعليم الكنيسة الكاثوليكية يوسف هو بتول، وكلمة بتول تعني أنه غير متزوج، وأنه بقي مكرسا لهذه المهمة الكبيرة اللي الله اختاره لها. يوسف أيضا له يعني صفة أخرى في حياتنا ممكن أن نقتدي بها، أنه هذه الصفة هي الثقة بتدبير الله. يعني الرسول بولس يقول في رسالته إلى رومية: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني لو لم يكن هناك اكتتاب في ولاية قيرينيوس في قيصرية فيلبس، يعني أغسطس قيصر أصدر أمر بالاكتتاب، لما كان يوسف ينزل من الناصرة إلى بيت لحم مدينته لكي يتم الاكتتاب هناك. ولما كانوا في بيت لحم حانت أيام ولادتها لتلد. يعني يوسف ما مقرر أنه يذهب إلى بيت لحم، لأن طريق طويل و 120-150 كيلومتر في ذلك الوقت، والترحال صعب، ومريم حامل يعني. لكن انظروا كيف يثق يوسف بتدبير الله. الله يدبر، وكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يوسف كان رجل يضع ثقته الكاملة بالله، عنده شكوك يعني دايخ شوي من يعني كبر المسألة بالنسبة له، ولكن في نهاية المطاف يثق بالله، عنده ثقة مطلقة بالله أنه الأمور ستكون على ما يرام، لأن الله حاضر في حياته، لأن الله هو معه. حتى من أراد أن يطلق مريم، لاحظ يوسف راد يخرق الشريعة الموسوية في سبيل شيء واحد، أن يحافظ على سمعة مريم. يقول: لم يرد أن يشهرها فهم بتخليتها سرا، يعني هم يعني قرر أن يطلقها سرا بدون أن يعلن هذا. هذا خرق للشريعة الموسوية. ولكن لاحظوا محبة يوسف، حبه، عنده ثقة بالله. هو ماذا يشك بالعذراء مريم، بس ماذا يستوعب هذا السر العظيم أن الله يصبح إنسانا ويتجسد في أحشاء امرأة، وأن هناك ممكن أن تصير ولادة بدون حياة حميمية، لأن ما سامع في التاريخ البشري حدث شيء مثل هذا. لكن مع ذلك نلاحظ ثقته المطلقة بالله، التسليم الكامل. لذلك نسمي مار يوسف المدبر الحكيم، المدبر الحكيم. وهذه الصفتين نعطيها لله في طقسنا الكلداني: أيها المدبر الحكيم، يعني واحدة من الصلوات اللي تسبق القراءات كلمة الله في رتبة كلمة الله: أيها المدبر الحكيم، دبرانا حكيمة. هذه الصفتين، هاتان الصفتان تطلقان على يوسف، لأنه فعلا استحق هاتين الصفتين من خلال المثال اللي أعطاه: الصمت، الإصغاء، الثقة المطلقة بالله، وقبول
نعمة الله حتى وإن كانت على حساب كرامته، على حساب رجولته. أيضا يعطينا درس مار يوسف أنه ما يهم كلام الناس، لأنه الأهم أنه يكون له حظوة عند الله. لذلك حتى لو لم يكن هو أب حقيقي بيولوجي ليسوع، لكنه مع ذلك يشكر الله على هذه النعمة، وقبل أن يظهر أمام المجتمع على أنه أبوه، مع أنه يعرف جيدا أنه ليس أبا ليسوع المسيح إلا بشكل شكلي، بطريقة شكلية، ومما يجعله مدبرا وحاميا فقط للرب يسوع ولمريم العذراء العائلة المقدسة. إخوتي وأخواتي، في كل 19، في اليوم 19 من كل شهر آذار تحتفل الكنيسة الغربية بعيد مار يوسف، يعني الكنيسة اللاتينية في العالم، ونحن ككنائس مشرقية أيضا مع الكنيسة اللاتينية، لأننا كنيسة واحدة بالمحصلة، أيضا نحتفل بهذا العيد. ولكن عيدنا المشرقي، عيد مار يوسف المشرقي في حسب التقويم المشرقي، هو في الأحد الذي يسبق عيد الميلاد المبارك. فلذلك مار يوسف لدينا فرصة أن نحتفل بعيده يومين في السنة. مع ذلك كثير من الناس يقولون هناك يعني لا عدالة في مسألة إكرام مار يوسف، لأن مار يوسف عنده يوم واحد أو يومين في السنة مقابل أيام كثيرة للعذراء القديسة، والكنائس اللي على اسم العذراء القديسة هي أكثر بكثير من الكنائس التي على اسم مار يوسف. مع ذلك أنا متأكد أنه مار يوسف إذا كان في حياته الأرضية قابل بهذا الدور بصمت، بتواضع، بثقة كاملة بالرب، فهو يقبل أن نكرمه حتى ولو من خلال يوم واحد، لكي نحيي فيه مثال الغيرة على العائلة المقدسة، الأمانة الزوجية، التكريس الكامل، العناية بأبنائنا وتربيتهم بإرادة الله، الثقة المطلقة بتدبير الله، الحكمة، وأهم شيء الصمت. كثير اليوم مشاكل العالم هي من الثرثرة، يعني إنسان اللي يتكلم كثير يعرض نفسه لكثير من المشاكل، خصوصا لما هذا الكلام ما يكون من إنسان ممتلئ بروح الله. ومار يوسف يعطينا درس كيف أنه الصمت كثير مرات هو الحل، أنه نصمت أمام هذا العالم. رب يسوع حسب البشير لوقا عندما حكم عليه، يقول البشير لوقا ولم يتكلم أي كلمة، يقول هيرودس راد يسمع منه كثير أشياء وسأله كثيرا من الأسئلة فبقي صامتا، يقول حتى تعجب هيرودس. اليوم الله علينا أن نتذكر أن الله أعطانا إذنان، أعطانا الله إذنين وفم واحد، حتى اللي نسمعه هو ضعف اللي نحكينه في الحياة، على رجاء أن نسمع صوت الله ينادينا كما نادى يوسف، يقول لا تخافوا أنا معكم، هذا تدبيري، قوموا وخذوا موهبتكم، خذوا دعوتكم، خذوا رسالتكم في هذه الحياة واذهبوا للعالم. لا تخافوا، لا تضطرب قلوبكم، لا تتشككوا، أنا معكم إلى النهاية. كل عام والكنيسة المقدسة مملوءة بالنعمة على مثال مريم ومار يوسف،
وبهذه الحلقة الخاصة أيضا وددت أن أختم بإضافة الأب الأقدس البابا فرانسيس بعد أعتقد الستة أشهر الأولى على بابويته بقرار بابوي أنه أضاف اسم القديس يوسف إلى اسم العذراء القديسة في القداس اللاتيني لكي يذكر جنبا إلى جنب مع العذراء القديسة في كل قداس إلهي لاتيني يقام. وهكذا أيضا نتطلع أن الكنيسة الشرقية المشرقية أيضا تحذو هذا الحذو، ولكي يكون مار يوسف مكرما على مذابحها بما يستحقه من إكرام، لأنه مدبر وحامي العائلة المقدسة، المدبر الحكيم الصامت الذي أعطانا مثلا في حياته المقدسة. كل عام وأنتم بألف خير بشفاعة القديس مار يوسف البتول، له الإكرام ولله كل المجد الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين.